اوكي شباب، المضخات راح ناخذ بها نوع واحد اللي هو سنترفيوغال بامب، وايضا هذا الفصل يحتوي على فقرات عامة لكل المضخات، لكل انواع المضخات. بالنسبة للسنترفيوغال بامب، هو نوع من انواع المضخات المستخدمة كثيرا في كثير من التطبيقات الصناعية والزراعية وحتى المنزلية. يعني انتو اغلب الناس الآن يستخدمون مضخات داخل المنازل بسبب شحة المياه المجهزة في الأنابيب الرئيسية لملء خزانات المنازل اللي موجودة وين؟ في مستوى عالي، يعني فوق سطح المنزل، مو صحيح؟ كلكم نعم. عندكم مضخات في المنازل، تمام؟ غالبا او يعني بصورة عامة، هذه المضخات اللي جاي تستخدموها بالمنازل هي كلها سنترفيوغال بامبس، كلها من النوع المضخات الطرد المركزي. خلينا نحكي على المضخات بصورة عامة. ما هي المضخات أو شنو فائدتها؟ المضخات، نعم حول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة هيدروليكية. بالضبط، المضخات هي عملها عكس عمل التوربين المائي. التوربين المائي يجهز بطاقة هيدروليكية ناتجة بسبب وجود ماء على مستوى أعلى من مستوى التوربين، يعني يحمل طاقة، وبالتالي يحرك لنا التوربين اللي يحول هذه الطاقة الهيدروليكية إلى طاقة ميكانيكية، يعني شفت يدور. ميكانيكية أقصد بها دوران للشفت، وبالتالي استخدام هذه الطاقة في كثير من الأمور، أما تحويلها إلى كهربائية أو استخدامها مباشرة كطاقة ميكانيكية. أما المضخات فعملها بالعكس، عملها يتم تجهيزها بطاقة ميكانيكية عن طريق محركات احتراق أو محركات كهربائية، تدور لنا الشفت اللي موجود في المضخة واللي مرتبط بالجزء الدوار اللي هو الامبلر او البشارة اللي كنا نسميه في التوربين الرنر. اوكي، هذه الطاقة الميكانيكية الداخلة الى البامب يتم تحويلها الى طاقة هيدروليكية، يعني تنتقل الى الماء او السائل اللي يعتبر المضخة ده تتعامل ويا سائل، فتنتقل هذه الطاقة الميكانيكية إلى السائل، وبالتالي السائل راح يكون يحمل طاقة نسميها الطاقة الهيدروليكية. أما تكون على شكل، يعني المضخة ترفع لنا المستوى السائل إلى مستوى أعلى، مثل المضخات المستخدمة في المنازل دائما نسحب المي من الأنبوب الرئيسي المجهز للمنازل ونرفعه إلى خزانات موجودة في أعلى سطح المنازل. فهذه الارتفاع، هذا الهيد، يتطلب أنه يجهز السائل بطاقة حتى يتغلب على هذا الارتفاع، وبالتالي يصعد الماء إلى مستوى أعلى من مستوى السحب، أو يستخدموه لضخ المياه إلى مسافات بعيدة أفقية. أيضا توجد يعني دواعي لاستخدام المضخات، لأنه الماء عندما ينتقل في الأنابيب راح شي يصير بيه، راح يفقد جزء من طاقته بسبب خسائر الاحتكاك، تمام، في الأنابيب. لهذا يحتاج أن يجهز بطاقة تتغلب على هذه الخسائر حتى يوصل إلى نهاية الأنبوب. واضح الكلام؟ نعم. ف
فكل هذه الأمور تتطلب استخدام المضخات لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة هيدروليكية. بصورة عامة المضخات مكونة، وخصوصا مضخة الطرد المركزي، مكونة من الأجزاء اللي أمامكم بالصورة. الماء يتم سحبه من حوض اللي هو السامب، هذا الحوض، عن طريق أنبوب اللي هو أنبوب السحب، أو نسميه السكشن بايب. أنبوب السحب اللي هو السكشن بايب، تمام؟ ويدخل الماء إلى داخل التوربين عن طريق فتحة، هذه الفتحة نسميها عين المضخة أو الآي، أوكي؟ عين المضخة. بعدين يتحول إلى البشارة اللي هو الجزء الدائري الموجود في المضخة، وهو عبارة عن قرص. البشارة أو الإمبلر هو قرص موجود عليه ريش، يدخل الماء بين الريش، وحركة الحركة الدورانية للقرص هذا أو الإمبلر راح تسبب دفع الماء وتنطي طاقة. يدخل الماء بعدها إلى ممر حلزوني اللي هو الكيسينج، هذا الممر الحلزوني. الممر الحلزوني يكون مساحة المقطع مالته متزايدة إلى أن يخرج للأنبوب التصريف أو الدليفري بايب، أوكي؟ هذا هو أنبوب التصريف، ويكون دائما مسيطر عليه بفالف، يعني بصمام، أوكي؟ هذه مكونات المضخة بصورة عامة. أما المضخة الطاردة المركزية فيكون دخول الماء بشكل أكسيالي إلى الإمبلر. لو تخيلنا هذه هي الإمبلر، وهنا عندك الريش المثبتة عليها بهالشكل هذه، أوكي؟ فمن يدخل الماء بصورة أكسيالي راح ينحرف باتجاه خارج مركز الدوران ويخرج من المضخة بسبب قوة نسميها قوة الطرد المركزي. كلكم سامعين بقوة الطرد المركزي أو السنترفيوغال فورس. تطبيقاتها كثيرة حتى في يعني الألعاب الأطفال، يعني لو تخيلت أنه حجر تربطه بخيط، تمام، أو بحبل، وهذا الحجر تحاول الدورة عن طريق يعني تدوير الخيط، فراح يندفع الحجر إلى خارج مركز الدوران، تمام، راح يندفع إلى خارج مركز الدوران. سبب اندفاع الحجر أو القوة اللي دفعت الحجر إلى خارج مركز الدوران هو قوة الطرد المركزي. الحجر يمثل الكتلة، ولازم تتوفر سرعة دورانية حتى تتولد قوة الطرد المركزي. هنا نفس الشيء ده يحدث عندنا. الماء يدخل إلى الإمبلر، والماء أيضا هو كتلة، يحمل كتلة، وبسبب الدوران راح يندفع الماء إلى خارج مركز الدوران، وبالتالي تحصل عملية ضخ المياه إلى يعني الجزء الثاني بعد الإمبلر اللي هو الكيسينج، ويطلع إلى الدليفري بايب. هذه بالنسبة للمضخة الطرد المركزي. واضح شباب؟ نعم دكتور.
تمام. الآن بالنسبة للشغل المنجز، نفس شلون تعاملنا مع التورباينز بالنسبة للسنترفيوغال بامب، الشغل المنجز من قبل البامب على الووتر، هناك بالتورباين كان بالعكس، الشغل المنجز من قبل الماء على التورباين، هنا الشغل المنجز من قبل البامب على الووتر او على السائل الليكويد، راح يكون يساوي ال V whirl 2 مضروبة في ال U2 ماينس ال V whirl 1 مضروبة في ال U1 على التعجيل الارضي. هذا ايش؟ نفس التوزيعات، نفس المثلثات السرع بالنسبة للدخول والخروج، نفس المصطلحات راح نستخدم اللي هي ال whirl velocity بالمخرج وسرعة الريشة المماسية في المخرج ال U2، وايضا الورل فيلوسيتي في المدخل والسرعه المماسيه للريشه اللي هي اليو 1، كلها نفس التسميات. في حاله السنترفيوغال بامب راح تكون عندنا السرعه، سرعه الورل فيلوسيتي دبليو 1 تساوي صفر، لانه البامب راح يدخل، الماء راح يدخل اكسيالي، اتجاهها اكسيالي الى الريش. تمام، اذا يكون اتجاهها اكسيالي معناه ال W1 صفر، فراح يكون عندنا الورك دان معادلته هي VW2 U2 على التعجيل الارضي. هذا هنا مثلثات السرعة توضح كيف يكون اكسيالي في الدخول. تلاحظون انه مثلث السرعة بالدخول هذا اللي امامكم يحتوي على سرع اللي هي سرعة الريشة المماسية الـ U1 والـ Relative Velocity، وايضا السرعة المطلقة الـ V1. الـ V1 يكون اتجاهها axially، اوكي، وبالتالي يدخل الى الريش بدون وجود مركبة مماسية، المركبة المماسية اللي هي الـ V whirl، فتكون الـ V whirl قيمتها صفر، والـ V1 راح تساوي لنا الـ VF1 اللي هي الـ Flow Velocity، وتكون الـ Alpha1 قيمتها 90، أوكي؟ والبيتا 1 طبعا لها قيمة اللي هي بين زاوية، بين سرعة الريشة المماسية وبين الريلاتيف فيلوسيتي. راح تدخل للريشة السرعة او الماء، وبالتالي راح يطلع بسرعة V2 اللي هي السرعة المطلقة، تكون لها مركبتين هنا VW و VF2، وعندك سرعة الريشة الـ U2 طبيعي راح تكون أكبر من الـ U1. ليش؟ لأنه الـ U تعرف شو تساوي لنا؟ الـ U تساوي باي دي في الـ N على 60، الـ N هي السرعة الدورانية ثابتة، فقط عندك الدايميتر راح يتغير بين منطقة الانلت والاوتلت، دائما بالاوتلت اكبر من الانلت، اذا اليو 2 راح تكون دائما اكبر من اليو 1. اوكي، فتشوف هنا حتى بالرسم السهم اللي يمثل اليو 2 اللي هو السهم الاسود اكبر من السهم اللي يمثل اليو 1 في مثلث السرع في الدخول. اوكي شباب، واضح؟ ممكن تقسيم المضخة الطرد المركزي او الريش الى عدة اقسام نسبة الى زاوية الريشة عند في المخرج اللي هي البيتا 2. فهناك ثلاثة اقسام، القسم الاول نسميه الفورورد فيسينج فين، يعني تكون زاوية البيتا 2 أكبر من 90، وبالتالي يكون الجهة اللي تدفع المي بالنسبة للريشة هي الجهة المقعرة، يعني هذه الجهة
هي اللي تدفع المي، الجهة المقعرة، تمام. وعندك الراديال فين، تكون زاوية البيتا 290 والريشة تكون عدلة في المخرج، اوكي، يعني اتجاهها راديالي عند المخرج بيتا 290. وعندك الباكورد فيسينج فين، باكورد فيسينج فين تكون البيتا 2 اقل من 90 ويكون اتجاه الدفع المي اللي هو الاتجاه المحدب هذا للريشه، اوكي، يعني من هذا المكان يتم دفع الماء. هذا على هذا الوجه اللي هو الوجه المحدب يكون دفع الماء، اوكي، واضحه شباب؟ دكتور بس القسم الثاني عيده. القسم الثاني اللي هو الراديال، الراديال فين تكون زاويه الريشه 90 درجه عند المخرج مثل ما موضح امامكم، اوكي. مثلث السرعه يكون هذا شكله، اليو 2 والفي 2 والفي ريلاتيف 2، الفي ريلاتيف 2 طبعا راح يكون اتجاهها راديالي لانه البيتا 290. واضح؟ اي نعم دكتور. طبعا هذه الانواع. اتجاه دفع الماء. نعم. بس اتجاه دفع الماء من القسم الثاني شنو؟ هو احنا نشوف الدوران، الدوران بهالشكل معناه المي، يعني المي راح يندفع يعني على هذا الوجه، الوجه اللي على اليمين، وجه الريشه، اوكي. هنا نفس الشيء، الوجه الريشه اللي هو بهذا المكان هو اللي راح يدفع المي، هنا الوجه الريشه اللي المحدب هو اللي راح يدفع المي، اوكي. كل الاحوال الفي 2 اتجاهها دائما الى اليمين، يعني باتجاه الدوران، الفي 2 تلاحظوها الفي 2 دائما يعني بيها مركبه اللي هي الفي ورل يكون اتجاهها باتجاه اليو 2، يعني الفي ورل اتجاهها وين؟ دائما باتجاه التدوير، هذه الفي ورل، في ورل 2. واضح شباب؟ حاولوا لا تعبرون فقرة إذا ما فاهميها، لأنه بعدين ما نرجع عليها في الامتحان، راح تحتاج كل ملاحظة حكيناها بالمحاضرة. Outlet blade angle is an important parameter in centrifugal pump performance. يعني هذه الزاوية اللي هي البيتا 2 أهم باراميتر في موضوع أداء المضخات. عندنا كيرفات نسميها الكاركترستيك كيرف اوف سنترفيوجال بامبس، هذه الكيرفات نتنبأ من عندها بأداء المضخة. هذه الكيرفات تتأثر بصورة رئيسية بزاوية الريشة عند المخرج اللي هي البيتا 2. فلو نلاحظ هنا اللي هو الكيرف اللي هو بين الهيد الاتش وبين الكيو اللي هو التدفق، ففي حالة كون الريشة أكبر من 90 راح يكون الكيرف تصاعدي، وفي حالة كون الريشة أو زاوية الريشة في المخرج 90 راديال راح يكون الكيرف أفقي، وفي حالة كون باكورد فيسينج يعني بيتا 2 أصغر من 90 راح يكون العلاقة عكسية، يعني طردي، يعني كل ما يزيد الكيو يقل الهيد، أوكي؟ فإذا تتأثر تأثير مباشر بزاوية الريشة عند المخرج. الآن بالنسبة لحساب معدل التدفق الحجمي في المضخات، فنستخدم معادلة الـ Continuity Equation، معادلة الاستمرارية اللي هي الـ Q تساوي لنا الـ V في الـ A، تمام؟
الفي مضروبة في الاريا. طبعا هذه معادلة الكونتينيوتي إكويجن في السوائل اللا انضغاطية. الفيلوسيتي اللي راح نستخدمها دائما هي الفلو فيلوسيتي، اوكي. فعند المدخل راح نستخدم في اف 1 وعند المخرج نستخدم في اف 2. الاريا هي مساحة دخول الماء. الماء راح يدخل الى الاكسيال اكسيالي، بعدين يتحول الى راديالي داخل الامبلر. فالمساحة الدخول هي الباي في الدي في البي 1. الباي في الدي هو محيط الدائرة، هذه محيط الدائرة اللي يدخل بها الماء او محيط الفتحة. والدي البي 1 هو عرض الريشة في المدخل مثل ما موضح امامكم بالرسم. فمعناه انه الماء راح يدخل من الدائرة وبعدين يتحول الى، يعني شلون بشكل اسطواني تقريبا، راح تكون هذه المساحة اللي هي مساحة الاسطوانة هي المساحة اللي راح يدخل منها الماء. اذا نرسم هذا الشيء هالشكل، هذا يدخل بعدين يتحول الى هالاتجاه. واضحة شباب هذه المساحة اللي هي الباي دي 1 بي 1. ونفس الشيء، نعم تفضل تفضل، عندك سؤال؟ لا بس عيد هاي المساحة شلون وضعتها. صوت شوي قطع. الريشة او الامبلر هي عبارة عن قرص مثبت عليه ريش، تمام هالشكل هذا. اذا نرسم ثلاثي الابعاد بهالشكل، طبعا واكو ريش بكل الاتجاهات، هنا اكو ريشة وهنا، تمام. فهذا القرص اللي مثبت عليه الريش، بين كل ريشتين اكو ممر للماء، بين كل ريشتين، تمام. فالماء من يدخل اكسيالي بعدين يتجه شنو؟ راديالي. هنا من اتجه راديالي يعني دخل الى الممر اللي هو بين الريشتين، اوكي. فالممر اللي بين الريشتين شنو المساحة مالته؟ مساحة المقطع مالته هو المحيط، محيط حافة الريشة. تشوف انت بالرسم هنا انه هذه الريشة المقطع مالتها الريش سايد فيو، بس اذا نباوعها من فوق راح نشوفها دائرة، مو تمام؟ راح تكون دائرة، واضح؟ اي دكتور. اي، فهذه الدائرة المحيط مالتها اذا ضربتها في عرض الريشة راح تساوي هي الاريا اللي يدخل من عندها الماء. اتمنى تكون واضحة الاجابة. بالنسبة للمخرج كذلك نفس الحالة، الباي دي 2 في البي 2 هذه هي الاريا مضروبة في سرعة الجريان اللي هي الفي اف 2. هذه اذا تريد تستخرج الكيو، او تريد او عندك الكيو تريد تستخرج الفي اف، في كل الحالتين تقدر تستخدم نفس المعادله. الان نجي على موضوع الزياده في ضغط الماء خلال مضخه الطرد المركزي. انت تعرف المضخة هي ترفع الضغط، ضغط الماء، تمام. هي آلة يعني او ماكينة مائع تستخدم لرفع الضغط، ضغط السوائل، عكس التوربين. التوربين يستخدم يعني ياخذ الطاقة السائل وبالتالي ينخفض ضغطه، اوكي.
هنا عملية رفع الضغط تتم عن طريق سحب الماء، يعني توليد ضغط منخفض جدا في بداية المدخل للمضخة حتى يتم مص الماء، يسموه السكشن، عملية المص أو السكشن أو السحب. وعندما الماء يدخل إلى الإمبلر بسبب عملية المص، الضغط راح يكون طبعا في نهاية أنبوب المص قليل جدا حتى يتوجه الماء من الخزان إلى شنو، إلى نهاية الأنبوب المص ويدخل بالمضخة. فلازم يكون عندك فرق ضغط، مو تمام؟ إذا ما عندك فرق ضغط على جانبي أو على طرفي الأنبوب لا تتم عملية السحب، واضحة؟ فالمضخة مهمتها توليد هذا الفرق الضغط، تمام؟ أنت عندك بنهاية الأنبوب مثلا الضغط إذا كان على السطح هو الضغط الجوي، فبنهاية الأنبوب يعني الغاطس يكون الضغط أعلى من الضغط الجوي، لأنه السوائل كل ما تنزل بعمق السائل أو بعمق الخزان يرتفع الضغط، ما أخذيها هذه بالستاتيكس أو في فلويد، أوكي؟ فلهذا يكون الضغط عالي في بداية الخزان أنبوب السحب مقارنة بالضغط في مدخل البامب اللي هو نهاية أنبوب السحب، فينخفض الضغط تتولد عملية المص وبالتالي يدخل الماء إلى المضخة. دخول الماء إلى المضخة هي نقطة واحد نسميها، ويخرج من الامبلر يعني من الريش نقطة اثنين، وبعدين يدخل للكيسينج أو هذا السبايرال كيسينج الممر الحلزوني، ويخرج من عنده بالدليفري سكشن اللي هي نقطة دي، تمام؟ نقطة دي. فراح تكون معادلة الانرجي اكويجن مثل ما طبقناها بالتوربين بين نقطة واحد واثنين كالتالي. عندك بنقطة اثنين الضغط الطاقة المي اعلى من الطاقة بنقطة واحد، تمام؟ وين المي طاقته اعلى، بنقطة اثنين لو بنقطة واحد؟ نقطة اثنين. ليش؟ دكتور. ليش؟ شنو السبب؟ ليش بنقطة اثنين اللي هي صايرة، وين صايرة نقطة اثنين؟ دكتور بالمضخة ويكون ضغطه أعلى من بداية دخول الماء يعني بالجسم أنبوب السحب. إذا نقطة واحد صايرة في بداية الريشة، يعني في بداية الدخول للإمبلر، ونقطة اثنين الماء يخرج من الإمبلر، يعني نقطة الخروج من الإمبلر. الإمبلر شنو شغلتها اللي هي هذا الجزء الدوار، شنو شغلتها؟ من يقدر يقول لي؟ تنطي طاقة وليست سرعة، تنطي طاقة للماء، تمام؟ يتم تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة هيدروليكية داخل الإمبلر، أوكي؟ فطاقة الماء بنقطة اثنين اللي هو الخارج من الإمبلر طبيعي يكون أعلى من طاقة الماء في نقطة واحد اللي هو نقطة الدخول للإمبلر. زين، شو عندك بين نقطة واحد واثنين؟ لا حاليا ما نحكي ضغوط، وهذا نحكي طاقات. فشي يكون عندك بين نقطة واحد واثنين من خسائر وإضافة طاقة، شي يكون عندك؟ هسه عندك الانرجي الطاقة بنقطة واحد أو بنقطة اثنين،
تساوي الطاقة الانرجي بنقطة واحد. منو الأكبر قلنا؟ نقطة اثنين. يعني لازم واحد زائدا شيء آخر. شنو هذا الشيء؟ خسائر. الخسائر بنبوب الماس. شنو الفرق بين نقطة اثنين نقطة واحد بالطاقة؟ نقطة اثنين الطاقة أكبر من نقطة واحد، ليش؟ هسه قلنا لأنه شنو؟ تكون الطاقة بي يعني سبب احتكاك، يعني خسائر بالطاقة مالتنا وبالماي. لو كان فقط الاحتكاك معناه أنه الطاقة بنقطة واحد أكبر من نقطة اثنين، لأن الطاقة بنقطة واحد الدخول للإمبلر، صار احتكاك قلت الطاقة وصلت إلى نقطة اثنين، أصبحت نقطة اثنين أقل طاقة من نقطة واحد. لكن ال 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 هذه الحسابات، لكن احنا دنقول الطاقة بنقطة اثنين أكبر من نقطة واحد. شنو السبب؟ أكو فد شيء انضاف للسائل كطاقة، شنو هو؟ طاقة ما يعني بعيد. اي اللي هو اللي هو شنو سمينا؟ شنو؟ الشغل. بالضبط. شو اسمك؟ دكتور صفا. بالضبط صفا. الشغل هو الـ 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 العامل الرئيسي اللي دا ينضاف وين؟ للمضخة، للمي، دا ينضاف للمي عن طريق الامبلر الشغل، فهو اللي راح يدخل في معادلة الانرجي كيعني عامل رئيسي لتغيير المعادلة. فالانرجي بالطاقة بنقطة اثنين تساوي الانرجي بنقطة واحد زائدا الشغل. هسا عاد عندنا، اذا عندنا لوسز وين راح تكون مكان هاللوسز؟ على الجانب الايسر لو على الايمن نضيفها؟ على الايمن. على الأيمن. يعني تصير الطاقة بنقطة اثنين زائدا الخسائر الـ HF تساوي لي الطاقة بنقطة واحد زائدا الشغل المنجز. هذه معادلة الـ Energy Equation. V2 على رو جي زائدا V2 سكوير على 2G، طبعا وياها زائدا Z2 لكن تم حذفه، وهنا عندنا Z1 لأنه متساويات فتم حذفهم من المعادلة. تمام. هذه هي الطاقة الـ Energy 1 زائدا الـ Losses تساوي الانرجي العفو هذه الانرجي 2، هذه الانرجي 2 زائدا اللوسز تساوي الانرجي 1 اللي هي البي 1 على الرو جي زائدا في 1 سكوير على 2 جي زائدا الزت 1 المحذوفه ويا الزت 2. هذه كلها هي الانرجي شنو 1 زائدا الشغل المنجز اللي هو ال VW1 U1 VW2 U2 على G. واضحة هذه الانرجي اكويجن؟ طبعا ال HFR هي الفريكشن لوس خلال الامبلر، وبالتالي راح يكون الديفرنس بتوين البريشر هيد، هذا نسميه بريشر هيد اللي هو البي على الروجي، البي 2 ناقصا بي 1 على الروجي هو الديفرنس ان بريشر هيد، راح يساوي لي الديفرنس بالكاينتيك انرجي يعني في 1 سكوير ماينس في 2 سكوير اوفر 2 جي زائدا الشغل المنجز ورك دان في دبليو 2 يو 2 على الجي ماينس الفريكشن لوسز. اوكي okay.
اذا هذا البي 2 على البي 1 على الروجي، بي 2 ناقص بي 1 على الروجي هو الانكريس اوف بريشر هيد ثرو ذا امبلر، الزياده بعمود الضغط خلال الامبلر. الان اذا اريد اسوي الانرجي اكويجن بتوين ذا اكزيت اوف الاوتلت من الامبلر ويا الاكزيت من البامب كله، يعني بين من الخروج من الامبلر اللي هو نقطة 2 والخروج من البامب كله يعني من الكيسينج اللي هي نقطة دي، فبين الاثنين والدي ايش يحصل عندنا؟ هل هناك اضافة طاقة بين الاثنين والدي؟ وين الطاقة اكبر بنقطة دي لو بنقطة 2؟ هاي كلها انواع من الاسئلة جوابها واحد. دكتور نقطة دي يعني بنقطة 2 راح يحصل بالخسائر. شو اسمك؟ نرجس. دكتور نرجس انت خوش طالبة بس على كيفك، لا يعني تتسرعين. عندي الانرجي بنقطة دي والانرجي بنقطة 2، تمام؟ من اللي قبل نقطة 2 لو نقطة دي؟ نقطة 2. يعني بداية المجرى هي نقطة 2، نهاية المجرى هي نقطة دي، تمام؟ نعم. فاتجاه الجريان من 2 إلى دي. فلو كانت عندنا losses مثل ما تقولين خسائر، فأي طاقة أكبر هي اللي بداية الجريان لو اللي بنهاية المجرى؟ نهاية المجرى. لا بداية الجريان راح تكون اكبر. الاي 2 شو اسمك اللي جاوبتي ثاني؟ صغير. نرجس شو تقولين؟ دكتور هي قلنا نحن قبل شوي البي 2 تكون يعني ضغط اكبر. احنا ما بدنا نحكي ضغوط باعي نرجس، بدنا نحكي طاقة. فالطاقة بداية المجرى أكبر أم بنهاية المجرى أكبر إذا كانت عندي losses؟ لا بدايته أكبر، تمام؟ لأن losses ده تحدث خلال الجريان، فكل ما نتقدم بالمجرى تقل الطاقة، كل ما نتقدم تقل الطاقة إلى نهاية المجرى اللي هو D راح تكون الطاقة أقل، فإذا الانرجي بال 2 أكبر من الانرجي بال D. شنو الفرق بيناتهم؟ يعني من نقول الـ E D تساوي الـ E 2، وين أحط الفرق أضيفه؟ للـ E D. للـ E 2 لو للـ E D؟ للـ E D. تمام؟ للـ Energy بالـ Delivery. شو أضيف له؟ يا طاقة اللي هو الفرق بيناتهم الخسائر ال H F وين بالكيسينج، وين ده تحدث الخسائر بالمجرى الحلزوني، واضح؟ هذه يسموها معادلة الطاقة أو الانرجي اكويجن بين نقطتين داخل المضخة، فراح تصير عندي الانرجي اكويجن بتوين 2 اند دي كالتالي. طبعا الزد 1 يساوي الزد 2 او الزد 2 يساوي الزد دي فينحذفون، فهنا راح تبقى عندي البي 2 على الروجي زائدا الفي 2 سكوير. شو تساوي لي؟ تساوي لي البي دي على الروجي زائدا الفي دي سكوير على 2 جي زائدا الاتش اف سي اللي هي الفريكشن لوسز بالكيسينج، اوكي؟ وبالتالي هنا راح يحدث شنو؟ نقصان بالضغط. لو زيادة بالضغط راح يحدث فرق بالضغط، بس ما نعرف زيادة لو نقصان. البي دي ماينس البي 2 على الروجي راح يساوي لنا الفي 2 سكوير ماينس في دي سكوير على 2 جي ماينس الاتش اف سي. هنا الكيسينج الكيسينج ايش دا يصير بيه؟ دا يصير بيه توسع بالمساحة، تمام؟
فأني أتوقع هنا بالكيسينج الضغط راح يزيد لأنه دا تتوسع المساحة مالته. فأتوقع هذه القيمة موجبة الـ PD ماينس الـ P2 على الـ Rho G. أوكي شباب؟ دكتور مو ذا يعني المساحة زادت يقل الضغط؟ اللي تسمي زاد الضغط؟ إيه هو إحنا إيش دنقول؟ دنقول المساحة دا تزيد فأتوقع الضغط دا يزيد. فالضغط بنقطة دي أكبر من الضغط بنقطة 2. أوكي؟ واضح؟ تمام؟ فالفرق بيناتهم يكون موجب. الآن راح نجمع المعادلتين اللي استخرجناهم مع الانرجي كويجنز اللي بين نقطة 1 و 2 وبين نقطة 2 والدي. راح يطلع عندنا اللي نسميه المانومتريك هيد. المانومتريك هيد هو عبارة عن الطاقة بالدليفري بايب ناقص الطاقة بالدخول للبمب. يعني الطاقة في المخرج البمب ناقص الطاقة في مدخل البمب. أوكي؟ وهو يساوي لنا أيضا الشغل المنجز ناقص الخسائر اللي تحدث داخل الامبلر وداخل الكيسينج. هذه عن طريق المعادلتين السابقتين اللي يعني اشتغلناهم. واضحة شباب؟ فعد ما يطلب من عندك المانومتريك هيد فتستخرجه منه. هذا هو المانومتريك هيد. نجي على موضوع الكفاءات في السنترفيوغال بامب. عندنا انواع من الكفاءات. الكفاءة الاولى هي يسموها المانومتريك افشنسي اللي يستخدم بها المانومتريك هيد نقسمه على الشغل المنجز الـ work done. عندنا ايضا الميكانيكال efficiency اللي هي الـ work done مضروب في الـ rho gq على الـ break power. عندنا الـ volumetric efficiency اللي هي الـ q مقسومة على الـ q زائدا الـ q losses. وعندك ايضا الـ overall efficiency اللي هي الرو جي كيو في المانومتريك هيد مقسومة على البريك باور. هاي طبعا الأخيرة في حالة كون الفوليومتريك افشنسي واحد يعني 100% ما بيها فوليومتريك. دائما الكفاءات هو الاوتبوت على الانبوت، مو صحيح؟ فهنا بالنسبة للمانومتريك هيد الاوتبوت يمثل لي هو المانومتريك، العفو المانومتريك افشنسي، الاوتبوت هو المانومتريك هيد والانبوت هو الورك دان. تمام؟ يعني الامبلر يعني تنطي للمي، تدخل للمي شنو؟ ورك دان. والمفروض ايش يطلع؟ هيد اللي هو المانومتريك هيد. اوكي؟ بالنسبة للميكانيكال افشنسي ندخل للامبلر طاقة ميكانيكية بريك باور، يعني مش تنطينا؟ تنطينا ورك دان، يعني الخارج هو الورك دان. بالنسبة للفوليومتريك افشنسي الدخول راح يكون التدفق ويا اللوسز، يعني هذا الكلي الكيو الكلية، والخارج هو التدفق وحده بدون اللوسز. والاوفر اول افشنسي الكليه اللي هي البريك باور هي اللي راح تدخل كمحرك، يعني او نحرك البامب عن طريق الشفت، وش يخرج عندنا بالنهايه بالحصيله؟ يخرج لنا مانومتريك هيد. اوكي؟ اللي هي مضروبة طبعا الرو في الجي في الكيو في الاتش حتى تصير وحداتها واط. واضحة هذه موضوع الافشنسيز؟ واضحة دكتور.
تمام. عندنا مسألة، قبل هذه المسألة راح أتوقف حتى أسيف الفيديو بعدين أنتقل إلى المسألة.